لليوم الثاني على التوالي تستمر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بتوزيع المساعدات الإغاثية المندرجة تحت مبادرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على النازحين في إقليم كردستان. وقد كان قضاء شقلاء وهو المحطة الثانية من خلال توزيع مبالغ مالية خصصت للعوائل الأكثر ضعفا للحال لتستلم 200 دولار بدل شراء وقود التدفئة بحسب المشرفين الذين ثمنوا بدورهم ما بذلته دولة الكويت من جهد إغاثي طيلة الفترة الماضية. حسب الإحصائية اللي قدمها حكومة الإقليم وعن طريق مكتب قائم قامية عندهم أكثر من 9000 عائلة نازحة، طبعا نقدم 200 دولار. هذا ال 200 دولار هم يقدرون يشترون بها تقريبا برميل نفط حتى يغطون الشتوية المواد الأخرى. وطبعا الانعكاسات اللي المساعدات الدولية وخاصة نشكر جزيل الشكر دولة الكويت اللي قدم تقريبا أكثر مساعدات للاجئين والنازحين. أغلب النازحين أكدوا أن ما سيتم استلامه من مبالغ لن يخصص للغرض الذي وزع على أساسه، إذ سيتم دفعه كبدلات للإيجار وهو ما سيضيق عليهم خيارات المناورة. والله نفط احنا الى احنا جوعانين، أي يبدأ الإيجار لو النفط خلي البرد يكتني، ولا يجي أبو البيت يدق الباب عليه يقول لي أريد إيجار. والله يا دوب نسد بيه إيجار، يعني إحنا مصروف الإيجار مالنا 450 ألف، وإحنا الرواتب انقاضاها كليتها 660 ألف ديار. أعوف النفط أبدي بها العيشة، العيشة أبدأ من النفط، أتحمل البرد أتحمل لها، بس العيشة صعبة تدري أنت، لا شغل ولا عمل، فمنين أجيب؟ تحمل البرد بس من تحمل؟ إنما نعيش بمكان شوية نانع بالغرفة نتسوق بيهن، نحتاج هدوم ما عندنا، نحتاج مسواق ما عندنا. ضغط كبير يقع على العائلة النازحة يجعل فرص إيجاد الحلول لمشاكلهم تبدو ضئيلة في وقت كشر فيه فصل الشتاء عن أنيابه. بعد جولة أولى من المساعدات الإغاثية ترجمت من خلالها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مبادرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، والتي تركزت هذه المرة للوصول إلى أدق متطلبات النازح. يسعى النازحون للحصول على المزيد من المبادرات والخروج من الأزمات المتتالية. من قضاء شقلاوة عاصم الحمداني، تلفزيون دولة الكويت.